صباح النور، صباح النور، صباح الخير عليكم، صباح الخيرات. ان شاء الله تنزل عليكم، ربي يرزقنا ان شاء الله بالصحة والعافية، ويرفع علينا هذا الوباء يا رب يا رب يا رب يخفه، يعني حتى والانسان يمرض ان شاء الله يجي خفيف ان شاء الله، علينا على ولادنا على بكرة على احبابنا. ودايما ندعي ونقول ربي دايما يا ربي ارفعوا علينا، ارفعوا من الكرة الأرضية بكل يا رب يا رب. حبيت اليوم نحكي شوية على يعني ديريكتومون على أمير المؤمنين. تعرفوا أخي شكون أمير المؤمنين؟ العجيب الغريب، العجيب الغريب أمير المؤمنين. أنا كي نقول أمير المؤمنين نحس باللي ربي ما يعني ماش راح يسمح لنا كي نقولوا أمير المؤمنين على شخص كيما هذا، يعني لا يجوز لا يجوز. كيفاه أمير المؤمنين وهو أمير الفاسدين، أمير كيف الكذابين، أمير المتناقضين؟ يعني تقدر تشوف جميع كما قالوا هذه الكلمات، نقدر نقولوا المسيئة تنطبق على هذا الحاكم، هذا الحاكم هذا اللي يعبدوه العياشة، واللي العياشة يخافوا منه أكثر من اللي يخافوا من الله سبحانه. يعني كل شيء واضح قدامكم، كل شيء أنا نشوفه فيه. هذا أمير الفاسدين. انا حبيت نسقسيه كجزائرية، حبيت نسقسيه يعني على كما يقول كما طبعوا على جال القضية الفلسطينية. هو ماشي تطبيع، هما سيت اون ريلاسيون فاميليال دوبوي اكس 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 طون، في التاريخ موجودة هذه، سامحوني. دونك تسمى هو ماشي به تطبيع، سي با اون كيستيون تاع تطبيع، خلاص 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 هادي كي خلاص برك. نحب نسقسيه واش درت يعني وين وصلت القضية الفلسطينية بعد ما طبعته هي، بعد ماشي طبعت، بعد ما صارت لا ديكلاراسيون. لا ديكلاراسيون للناس اللي ما يعرفوش، ما احنا كجزائريين عارفين، نعرفوا تاريخ كالمشؤوم، نعرفوه مليح، نعرفوا الخيانات، نعرفوا كل شيء تاعك. حبيت نعرف يا امير اللي تعيش في الفضاء، يعني عمرك ما تقدر تعيش في الارض، خاطرش كون جيت تعيش في الارض كون كي تقول شعبي العزيز تدخل ديريكتومون للزبل تاع شعبك العزيز، وتشوف الزبل اللي راهو عايش فيه شعبك العزيز. انت شعبك العزيز وانت تهضر على الصحراء الغربية، شعبك العزيز وانت تهضر على مجلس كيف يقولوا على الأمم المتحدة، وزيد تقول باللي راني كونكوارك تحترم القرارات اللي تخرج بها مجلس الأمم المتحدة، بينما في نفس الوقت يا متناقض تأكد وتعاود باللي الصحراء الغربية راهي تاعك وراك سايد ديتها وسي بون. تناقض يعني لأقصى درجة، ولا غباء، ولا ما على باليش انايا واش قاعدين يعطيو لك اللي دايرين بيك، مانيش فاهمة. المهم يا أمير الكذابين، يا مجرم مجرم، شفتوا شكون الإرهاب وشكون الإرهاب؟ الإرهاب هو أنت والجيش تاعك، ليقتل الضحايا، ليقتل ناس عزل، ناس ما عندهمش علاقة خلاص بسلاح، ما هم هزين سلاح، ما وانا تجار، نو سي دي شوفور، لينقلوا السلع الجزائرية إلى موريتانيا، ولاو بلي كاميون فارغين. يا مجرم يا مجرم يلي مسير من طرف كيما قالوا هاد الدولة مصهينة متصهينة، وانت أكثر منهم، وانت أكثر منهم، راك لعبة في يدهم. على كل حال راك لعبة في يدهم، لعبة في يدهم، ويخرج كل وقت تسمها بالورقة، يوم بلوس بالورقة بالورقة، هذا اللي كيما يغلطش في القراءة تاع الخطاب هذاك، راه هو راه يتنا
متناقض مليون مرة في الدقيقة في الكلام تاعو، متناقض متبتب. يعني الإنسان يحشم، أنا كون جا هذا الحاكم تاعنا أنا نحشم به، بينما الطراطير هذولي في المروك العياشة لي اون دوبل بارتي، كاين عياشة لي نايت نايت عياش من التربية تاع الأم تاعو، تنزل فيه الرهبة وتنزل فيه الخوف وتنزل فيه كل شيء، ينوض مسكين عياش. وكاين عياش لي سي كي كيف يقولوها لي حشاك برخيص، ودليل الدليل تسمى على باله وينو الظلم وينو وين، وهو تسمى قابل اوكي كل شيء من الخوف، من الخوف والرعدة. انا ما فهمتش هاد المهلكة هادي المؤدية التي تؤدي بشعبها وتؤدي بجيرانها، ومن بعد يلقون التهم على الجزائر وعلى الدول ماشي غير الجزائر، وحنا يمنع منهم عاد كومان شي انغاجي ما تلق حتى دولة مع الدول بكل ماشي متفاهم بكل هكا بكل فيهم وفيهم مسكين، كيما سيطر على الشعب ونسى بلي كاين شعب ويدوا ريكلامي، حسب بلي الدول تاني هكذاك نسى ساي سي بون، هذا هو النظام المخزني الفاجر الحمار في نفس الوقت. يعني كشتو كيفاه بعد التحقيق كيفاه خرجت الحقيقة، وحنا على بالنا يعني ما بلا ما التحقيق كل شيء واضح وضوح الشمس، ها كل شيء واضح، دوك يزيدوا يخرجوا لنا بحكايه اخرى. الجزائر ما تنساش، والجزائر مش راح ينساو، وننتظروا الرد كيفاه يكون، ما يكونش بقتل الابرياء تاع الشعب المغربي، نو هذوك ما فيهم يكفيهم، تكون امور اخرى. الجزائر دولة عظيمة لها سيادة كاملة، ودولة مش غرقة في الديون مثل ما هو غارق، ويخرجوا هذوك الطراطير تاعو يجيبوا لنا واحد التقارير غبية كيفهم لأبالها، بينما روحوا شوفوا في المنظمات الترتيب تاع المروك في التنمية البشرية وين راهو تبهديلة وغارق في الديون. على بالكم بلي المروك عنده ديون حتى مع الدول الفقيرة، مع إثيوبيا مسلف حتى من عند الإثيوبي، هذا الملك هذا راهو غارق في الديون، غارق في الديون ويتزعم عليهم يكذب عليهم، والطراطير هذوك يموتوا باه يلمعوا له الصورة، يموتوا هما يشوفوا فيه كيفاه، هما الملك وتزبلوا زوبيا زوبيا، عايشين في زوبيا، عندكم ملك زوبيا وانتوما زوبيا. اني نهضر على هذوك الطراطير هذوك اللي ما ينصروش الحق، هذوك اللي قاعدين هما سبب الوضعيه اللي راهم فيها. او راح نقول لكم شتو اش درك هاد الايامات راهم قاعدين يخرجوا سواتيزو على الجواز، وانا صدقوني نقول لكم الجواز هذاك تاع الصحي هذاك اي سي تون اوكازيون تالمون ما يقدروش يهضروا الحقائق، ما يقدروش يطالبوا بحقوقهم، ما يقدروش يخرجوا ويقولوا باللي النظام هذا الفاسد الفاجر وين وصلنا، خرجوا على الجول سي لوكازيون تاع الجواز. في او ميم طون قاعدين يديجاجيو، راهم قاعدين يديروا في تيرابي مساكن المراركه تالمون العصا على الراس، خرجوا تسمى يخرجوا يديجاجيو، بصح جامي باه يوصلوا. ناكد لكم واكد لكم لاخطرش سي دي بواسون اللي يخافوا يخرجوا من البحر تاع الخماج، يحبوا يعيشوا في الخماج، كون يخرجوا يموتوا. مي سما الجو هذاك النظيف، الجو هذاك النقي ما يقدروش يعيشوا فيه، جو الحريه وجو الافتخار بانه انسان حر ما يقدروش، يحبوا يعيشوا في المزبله، ايوا يخرجوا ساعه ساعه يديفوني، وانا نشوفهم قاعدين يديفوني بالطريقه هذه. مام كاين الناس اللي عندهم نيه باه زعما يطالبوا بحقوقهم ما يقدروش، امبوسيبل كساي الرهب والعائله المغربيه. بعد انا نقولها لكم هي اللي منزله الرهب هذا في ولادهم، كي زاو هذاك لو بيبي ديجا يعلموه كيفاه يرقص وكيفاه يدلو كيفاه يقول للملك عاش الملك، وكيفاه يسلم له على الجلابيه تاعو الخامجه وعلى يديه هو زيد يدين بنو ولد بنو، ويبقاو هكذا 1 2 3 يبداو تسمى هادو با بار نوميرو اي سون كلاسي بار لي نوميرو روا 1 روا 2 ام 2 ام 2 ام 3 ام 4 والله العظيم والله انا نشوف حوايج، يعني لازمني نهضر. الجزائريين اللي توفاو تاعنا ما يروحش دمهم هدر، امبوسيبل
ديجا شوفوا التبهديل برك، شوفوا دولة التبهديل اللي بيكون باللي يكذبوا لدرجة ما تصورش. والله انا كي نقول لي مالونات مش هكذاك، من نقولهاش بس سي فري، كيما قالوها الشعب لو بلو مالونيت او موند، ملك لو بلو مالونيت او موند. تسمى الانسان قاعد يشوف في كل شيء في حقائق، ماهيش قاعد يكذب عليهم. ولا شعب رخيص، شعب مدلول، شعب فيهم قلة القليلة اللي يرفعوا راسهم وعندهم صح كيما احنا، يعني بكل صراحة فيهم نخوة مثل النخوة اللي راهي عايش بها الجد. والله العظيم الانسان والله ساعات يشوف حوايج هكذا في هذه الدوله، هذه الدويله هذه الصغيره اللي حابه تولي كبيره مثل الجزائر. مي امبوسيبل، ما يقدروش تصوروا مدايرين في المخيلات تاعهم الخريطه، كي عندهم خريطه وتنك ورا هذيك الخريطه تاعهم، هذيك المايله هذيك عندهم خريطه، عندهم خريطه هذه رسمتها لهم، رسموها بني صهيون. بني صهيون طمعوا الملك، هذا هو لو بروجي تاعهم، بلي رايحين اونفا يديو من الاراضي الجزائريه، هذا هو لو بروجي اللي كاين في هذا في القصر الملكي. وانا نقوله لكم يعني ما كانش كل شيء واضح في مخيلاتهم، ركبته لهم بني صهيون ركبوا، وليس اليهود. نحن كجزائريين نفرق بين اليهودي والصهيوني ودولة إسرائيل، نفرقوا. واش معناتهم هاد؟ واش معناتها؟ فرقوا تخي تخي بيان. نحن نحترم جميع الديانات، حطوا مليح في بالك، ما تقولوش عنصريين تحبوا تديروا هذيك اللعبات تاعكم وتخربيك، ما كانش منها. ربي سبحانه امرنا كمسلمين نحترموا جميع الديانات، بيان سور هي بيان سور نحترموا الديانات، نحترموا اليهود اللي راهم رافضين دولة الكيان الإسرائيلي، بها تكون لاخطاش الدولة هذه قسمتهم، الدولة هذه فرقتهم هما بعد. ديجا منهم اللي راهم عايشين تحت الحماية الفلسطينية تاع دولة فلسطين، لي مالغري انايا كهذاك الرئيس تاعهم تاع فلسطين، انا من ما يدخلش راسي بس كيفو كيف المطبعين الاخرين كيف كيف اي بي اون بلوس. شفتوا قلت لكم على حكاية التطبيع، حابة نسأل ميمي وش هي الخطوات اللي دارها على القضية الفلسطينية، بما أنه طبع زعما للشعب تاعو قال لهم باللي راني على جال القضية يبين عتلنا يبره لنا يا رئيس لجنة القدس، رئيس لجنة القدس برهن للشعب الفلسطيني قبل ما تبرهن لعمرك انت واش درت في القضية الفلسطينية، واش درت في واش به تقدمت من بعد التطبيع، واش تقدمت، واش هي الوعود اللي عطاتها لك إسرائيل. نعت للفلسطينيين قبل ما تنعت لعمرك، يا واحد الخائن، يا ماشي مطبع، خائن. التطبيع والله انا نحطه على جانب، خطاش ماهوش مطبع، هو سي اون ريلاسيون دو من بكري كانت من تحت تمشي، ماشي تمشي علينا احنا كجزائريين، احنا الجزائريين بكل على بالنا. مي الشغل ولا ديكلاري برك باه يدير عقود وعلاقات اخرى كيما نقولوها عسكريه بلوس واضحه، بيسكو دركا وشكون اللي راهو يمانيبولي ويسير فيه سي بيان الجيش الاسرائيلي، ما اللي راهو اغلبيته يعني انا نقولها هذوك اللي في الجيش الاسرائيلي لي جدي جينيرو دي بكل سي دي مراركا، هذه ما تنساوهاش راه مراركا امام اسرائيل. اغلب الوزراء نظن راهم سي دي ماروكان، سي بيان دي ماروكان. وهذا الشيء بكل ما يهمش انا اللي يضر بلادي، والكذب على الدول ما يكذبش غير على الجزائر، تصوروا يكذب على ايران جات للصحراء الغربيه ويسحبوا الصحراويين، ما يحتاجوا لا ايران، ما يحتاجوا الجزائريين، ما يحتاجوا حتى واحد في الدفاع على ارضهم، وشي يحتاجوا مساعدات من جميع الدول. بصح هما كدراع ما يحتاجوش، ماشي كيفكم، ماشي كيما توما، توما راكو تجيبوا الاخرين لاخطاش توما جناحكم مقصوصه، ما عندكمش توما روح الوطنيه، عارفين روحكم باللي كذب في الكذب، خرطي في الخرطي، دايوغ جامي درتو ثوره انتوما.